السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقع لربح عملة البيتكوين، بس الموقع يا شباب اللي احنا شرحناه امبارح للأسف ما دفعش. الموقع ده موقع استثماري لعملة الدولار يا شباب، زي ما انتم شايفين كده يا شباب. انا كنت اودعت 4.2 دولار يا شباب، وللاسف ودي حتى الاحالات ما دفعهاش. هنا بيقول لك الانتظار انتظار والموقع ما دفعش، فربنا يعوض علينا في موقع ان شاء الله يكون احسن منه باذن الله. الموقع اللي معانا النهارده يا شباب موقع تعدين على عمله البيتكوين، موقع لسه قديله 4 ايام يا شباب. لو نزلنا تحت كده هنلاقي هنا الموقع لسه قديله 4 ايام، وديت الاحصائيه بتاعته المدفوعات والايداعات وكل حاجه يا شباب في الموقع. الموقع بيدينا 200 جيجا هاش دي عند التسجيل، يعني لو ترجمنا كده باللغه العربيه الموقع الحد الادنى للايداع 50,000 ساتوشي، والحد الادنى للسحب برده 50,000 ساتوشي. هنا كميه الايداعات يا شباب في الموقع، هننزل تحت كده. هنا دي اله حاسبه بتحسب لك الربح بتاعك، ودي معلومات عن الموقع. وهنا بيقول لك هو المدفوعات لحد الآن 57 دولار، المستخدمين 11,751، عبر الإنترنت 288 استثمارات 829 يا شباب. طريقة التسجيل بنحط هنا عنوان محفظة البيتكوين يا شباب وبنعمل بدء. هنلاقي دي صفحة الحساب بتاعتنا يا شباب، الـ200 جيجا الموقع بيديهالنا مجانا اهي. وهنا عندكم ده التعدين بتاعنا، اول ما نوصل 50,000 ساتوشي بنقدر نسحب من الموقع. طبعا انت لو حابب انك انت بتعمل ايداع دي حاجه ترجع لكم برده يا شباب. انا بشرح الموقع وانتوا طريقه شغلكم عليه، بس افهمكم كل حاجه عن الموقع وانتوا ايه قرروا هتشتغلوا ازاي. عايز تشتغل مجانا اشتغل، عايز تشتغل بايداع اشتغل، عايز تشتغل بطريقتك انت اشتغل، بس انا بوريك طريقه الشغل على الموقع وكل حاجه عن الموقع. يعني هنا الايداع لو انت حابب ان انت تودع بتيجي هنا كلمه ديبوزيت، بيجيب لك هنا جميع العملات اللي انت ممكن تودع عن طريقها. عندك البيتكوين والليتكوين والدوكوين والاثيريوم، وعندك الباير وبرفكت موني، تقدر تودع على اي عمله من العملات ديت. لو دوست على اي عمله هيجيب لك المبلغ اللي انت هتحطه، وبعد كده هيحولك المحفظه بتاعتك. بعد كده السحب من هنا يا شباب، اول ما توصل 50,000 ساتوشي بتحط المبلغ بتلاقيه هنا، بتعمل ويزدروم السحب يوصلك على محفظتك على طول، وده رابط المحفظه بتاعتك. بعد كده عندنا ليفر يا شباب، رابط الاحاله بتاعك بتجيبه من هنا اهو، بس مش محدد بيديك على الاحاله قد ايه، ممكن يكون كاتب بره. بس يا شباب دي كانت كل حاجه على الموقع، وبكده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا برايك، واسفين يا شباب على الموقع بتاع الاستثمار، وان شاء الله نعوضها في موقع احسن منه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.